انا ما عادش نستغرب باش نسمع خبز مقطوع، باش نسمع حليب مقطوع، باش نسمع رحمه مقطوعه، باش نسمع اي حاجه مقطوعه في البلاد هذه. تجاوزنا مرحله يا والله خبز مقطوع. هلك البلاد كان الغرف النقبيه الوطنيه في القطاعات الكل بما فيهم نتاع الخبز. حقهم يعملوا كيما عمل قبل الله يرحمه سيد الرئيس الحبيب بورقيبه، وقت اللي قرفوا الكواشه هبط الميليتير يعمل في الخبز. وش ناكل خبز بيت؟ باش ناكل خبز نحاول نسخنه منه كيما باش تعمل الناس كل الاكثريه. ما احنا نعملوا تبونه، انا عندي 10 تبونات انا في الدار. يوظفوا في كل شيء لافشال المرحله الانتقاليه نتاع تونس مع الاسف الشديد بما فيها الخبز القوت اليومي للموت. الغرفة النقابية الوطنية للمخابز أعلنت أنها نهار الأربعاء الجاية اللي يجيب نهار 7 ديسمبر باش تقوم بخطوة تصعيدية وباش يتوقف إنتاج الخبز في كامل المخابز بكامل تراب الجمهورية. شنو رأيك؟ مش مزيق ولا معناها مش كان الخبز مقطوع، شنو آخر مازال ما تقطعش وكاو، حتى الأخلاق تقطعت، حتى السياسة الباهية ما ولدش عندنا سياسة باهية من أصلا مش تقطع، حتى العلاقات بين الناس مقطوعة بريسك، حتى التعليم ولا كومينيكاسيون ما بين البروف واللي باش يستقبل المعلومة مقطوع. معناها ما عادش نستغرب باش نسمع خبز مقطوع، باش نسمع حليب مقطوع، باش نسمع رحمة مقطوعة، باش نسمع أي حاجة مقطوعة في البلاد هذه. تجاوزنا مرحلة يا والله خبز مقطوع، واللي هي حاجة خايبة على الآخر، بدات تولي سناسة أنه نسمعوا بحاجات مقطوعين معناها وكاو. أنت كمواطن معناها نهار الأربعاء الجاي إيش باش تعمل؟ كيفاش معناها باش تتصرف نهار الاربعاء الجاي ما ثماش خبز، المخابز الكل باش توقف الانتاج نتاعها نتاع الخبز؟ باش نحاول نعمل كيما المواطنين الكل، ناخذ من نهار 3 وكهو، وباش ناكل خبز بيت، باش ناكل خبز نحاول نسخنه منه كيما باش تعمل الناس كل الاكثريه من. ولا اللي تربح لي كان سبب مش عارف على شكون باش تلوم، شلوم على النقابه، باش تلوم على السلطه، باش تلوم على المواطنين اللي ساكتين لتو، على شكون باش تلوم؟ الناس كل تتلام، حتى هاني فيدي في شخص نتلام معناها. هذيك هي طبقة برشا نقاط استفهام كمواطنين معناها، ولا كناس تسير في البلاد ولا ما تسيرش في البلاد، ولا مش عارفين حتى اش فما من نصله. ربي قدر خير وكهو. توقيف انتاج الخبز هي خطوة تصعيدية من قبل الغرفة النقابية الوطنية للمخابز من اجل المطالبة بمستحقاتهم المالية اللي تقدر ب 250 مليون، شنو رايك؟ اي معناها نفس النقابة نتاع التعليم باش تقص الدروس على العباد، النقابة نتاع شنية ذي بربي؟ الغرفة النقابية الوطنية للمخابز. اي باهي الغرفة الوطنية للمخابز هيك باهي، حتى هي معناها باش تحب تقطع الخبز معناها باش تصعد باش تخلص، النقل يحب ترى شنو يعمل جرافات باش يصعد باش يخلص، فهمت؟ الأمن يحب يعمل جرافات فهمتني باش يخلص باش يزيد في الشارع ولا باش يزيد في الامتيازات اللي عنده ديجا، كلها باش تمارس نفس ما ولا ريق هو توا ولا ريق، ما هذا شنو نشوف فيه تحليل البسيط اللي هو ولا ريق معناها، أو شنو ما استجابوش المطالب نتاعي، هاني باش نقرف، هاني باش نقطع معناها باش نشد العصا ولا نحط العصا في العجلة ولا، وشكون باش يخلص؟ مش خلص أني باش خلص هذاك وهذاك وهذاك وهذاك، معناها حسب ما نتصور نجم يكون صحيح نجم يكون غلط، أما هذا هو اللي فاهمه مبدئيا. الغرفة النقابية الوطنية للمخابز باش تقوم بخطوة تصعيدية نهار 7 ديسمبر اللي باش يجي نهار الأربعاء الجاي وباش توقف إنتاج الخبز بجل المخابز بكامل تراب الجمهورية، شنو رأيك كمواطن؟ بالنسبة للي باش تقوم به الغرفة يعني يعتبر إجراء صحيح، لأنه الحق يقال إلى اليوم رغم تعدد يعني السياسات والجميع لم يفهم الدرس. احنا في تونس للاسف اللي يجي يفكر كان في مصلحته الضيقه. بالنسبه للتونسي اللي هي الخبزه يعني بالنسبه لي هو مهمه. اذا كان انت كدوله ما تخممش في الدعم هما علاش باش يعملوا اضرار؟ هما للمطالبه بمستحقاتهم الماليه اللي تقدر 250 مليون دينار. اي هذاك الدعم اللي هما اتفقوا على اساس باش يعطيوهم كل شهرين باش نبداو واضحين. اعطوهم يعني قول احنا سكتوهم وتوا يعني مشاو بهم يعني الشهر هذا مش باش يعطيوهم يعني مستحقات نتاعهم. اذا كان انت مواطن تعمل في انفستيسمون في البلاد، خير كوشه نتاع خبز ولا مؤسسه ولا مهما كانت، ما هي انفستيسمون في البلاد، هو مشروع بالنسبه لي هذاك، اذا كان هو يخدم وما يلقاش يعني رونتابيليتي، ما يلقاش يعني مدخول، هو يخدم هو باش يعيش تونس، هو جمعيه خيريه المخابز ما هم جمعيه خيريه، هما الناس يخدموا على رواحهم.
والإنسان اللي يخدم على روحه احنا نقدروا يلزمنا ونعطيه يعني مستحقاته ونطلبوا ونعتذروا له. هذا في دولة يعني تفهم روحها، مش احنا نجيو يعني واحد يخدم على روحه نعاقبوه نستهزئوا به. احنا شي مشاكلنا في تونس، مشاكلنا اللي كل واحد يجي يعمل انفستيسمون يستثمر في البلاد في اي مجال المجالات الا انه نقصوا له جوانحه. ما نحبوش احنا الاستثمار في البلاد. الناس اللي تحب تخدم على رواحها ما نحبوهمش، احنا نحبوا عباد نقول احنا تطبل وتذكر للي نقول احنا للفساد. هات انت اعمل اجراءات صحيحه، اعطي الدعم المستحقين اذا كان هو من اصله مازال فما دعم من اصله. اما للاسف الدعم يعني ما فماش حتى شيء. الناس اللي يحكيوا على الدعم، الدعم انتهى. قعدت كان المخابز هما اللي تامة في البلاد. يا ودي الشهري تحب الناس طالب فيك بتزيد في الشهري، والناس طالب فيك بتزيد في المحروقات، والناس طالب فيك باش تزيد في كل شيء. هي كان الخبز نخليوها ب 200 راهو هذايا ظلم. واعتقد اللي هو يعني انت لو معناها غلاو في سعر الخبز يساعدك انك نشوها بالفيل ما يخلصش المخابز. الغرفة النقابية الوطنية للمخابز باش تقوم بخطوة تصعيدية نهار الأربعاء الجاي اللي تيح بنهار 7 ديسمبر، وباش توقف إنتاج الخبز بجل المخابز بكامل تراب الجمهورية. شنو رأيك؟ شوف سامحني في الكلمة، هلك البلاد كان الغرف النقابية الوطنية في القطاعات الكل بما فيهم نتاع الخبز. ما ثماش خبز، بنقص أمراض السكري خاطر هلكتنا الفارينة وخلي إنسانة ترجع للمقارونة ونتأقلموا بلا خبز. شنو المشكلة؟ دونك نحن مش المشكلة في الإضراب نتاع الخبز، المشكلة في التغول النقابات نتاع القطاعات هذيا، المشكلة في المتاجرة بالقوت المواطن التونسي. واليوم ثم ظاهرة معناها يوظفوا في كل شيء لإفشال المرحلة الانتقالية نتاع تونس مع الأسف الشديد بما فيها الخبز القوت اليومي للمواطن. أنا مع مش مع المقاطعة، ان شاء الله هما يضربوا وان شاء الله المواطن التونسي يقاطع الخبز جمعه كامله من بعد الاضراب نتاعو. انت ان شاء الله الاربعاء الجاي ايش باش تعمل؟ انا مش الاربعاء الجاي، الاربعاء الجاي والاربعاء اللي بعدها وتوا والله ماذا بيا ما نشريش الخبز، والله ناكل في المقارونه، ناكل الموجود اي نستحايل نصمت البطاطا نعمل اللي يجي. دونك يا زينه لغه الخبز والمقاطعه والنقابات هلكت البلاد، كان النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل. هذه تعتبر خطوه تصعيديه للمطالبه بمستحقاتهم الماليه اللي تقدر ب 250 مليون دينار، شنو رايك؟ شوف مستحقاتهم الماليه انا لاحظت في المده الاخرانيه الخبز مفقود في الكش والفرينه يبيعوا فيها الاصحاب الملاوي واصحاب التبونه. دونك مستحقاتهم الماليه ماخذينها بالتحيل والسرقه والنهبه، هذوما كيفهم كيما القطاعات الكل. ياخذوا ويربحوا ويشكيوا ويبكيوا على حساب المواطن وعلى حساب الضعيف وعلى حساب الزوال. دونك انا نتمنى قيس سعيد يتقوم مع الناس هذوما الردع والردع. الغرفه النقابيه الوطنيه للمخبز اعلنت انه نهار 7 ديسمبر اللي يجي بنهار الاربعاء الجاي باش توقف انتاج الخبز، يعني كل المخابز نهار الاربعاء الجاي ماهيش باش تخدم وباش تسكر وتونس ما غير خبز نهار الاربعاء الجاي، شنو رايك؟ رأينا حقهم يعملوا كيما عمل قبل الله يرحمه سيد الرئيس الحبيب بورقيبه، وقت اللي قرفوا الكواشه هبط الميليتير يعمل في الخبز، والله الميليتير هبطهم يسوقوا الكيران يسوقوا التران فهمتي ويسوقوا لا ويخدموا الخبز فهمتني. بهذه تعتبر خطوة تصعيدية من أجل المطالبة بمستحقاتهم المالية اللي تقدر ب 250 مليون دينار، شنو رأيك؟ رأيي أنا غلطين، غلطين، البلاد واقفة، البلاد واقفة واللي هذا طالب، اللي هذا يطلب، اللي هذا يطلب. منين؟ يلزمهم يخدموا ويلزمهم ينجوا باش على الأقل تلقى الدولة باش تخلص العباد. اما هذا بطل وهذا مقرف فهمت، هاو خبز هاو حليب هاو مدري شنو هاو 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 عمرها ما وقعت راهو عمرها ما وقعت. بابا انت شنو باش تعمل الاربعاء الجاي؟ معناتها غدو نهار الاربعاء الجاي ما فماش خبز، كيفاش باش تتصرف انت والعائله؟ لا احنا نعملوا تبونه، انا عندي 10 تبونات انا في الدار. حاب نقول نصنع التبونه لنحنا، عندنا الفارينه وعندنا كل شيء. يعني خبز دياري؟ يا ودي خبز دياري والله ويملي بيه ولا هذا الزايد.
زي يمشي يمشي يخدم على روحهم خير. الغرفة النقابية الوطنية للمخابز باش تقوم بخطوة تصعيدية نهار الأربعاء الجاية اللي تتيح بنهار 7 ديسمبر وباش توقف إنتاج الخبز، يعني الخبز مش باش يكون موجود في جل المخابز، المخابز الكل باش تسكر. شنو رأيك؟ رأيي يعني رأيي الخاص نورمالمون النقابة تيماديسي صح؟ النقابة الغرفة النقابية نورمالمون ما تسكرش، توجد الخبز وتوجد الفارينة وتوجد كل شيء ويخلوا البلاد تخدم، خاطر بركة البلاد بالاعتصامات وبيدير هيك كلها سيان روس الأموال يضربوا في البلاد، سيبوهم يخدموا وخلي البلاد ترتاح، سيبوهم هيك. هذه تعتبر خطوة تصعيدية باش يطالبوا تصعيدية، نطالب بها أني سيبوا الناس تخدم، معناش هذه فارينة منو بيوقفها؟ بيوقفها رجال الأعمال يجيبوا فيها من برا ولا سيبوهم يخدموا وسيبوا البلاد تخدم. هاي تونس سمحة اليوم ريتها رايضة، أني نعيش في فرنسا عندي أربع شهور ما جيتش، اليوم جيت لقيتها تونس باهية نظيفة مريقلة الناس أبرك من أربعة هيك. أنتم بتوقفوا تساعدوا، هي الخبزة بتغلى سيبها، وقفوا نهار ما يشروش المواطنين الخبز ترخص، سيبوهم رجال الأعمال سيبوهم خليه يخدموا خليه ياكلها باش حنين باش بعتالي حنين الدنيا ترخص. أنت توقفي عليهم هم يزيدوا يشعلها، ما تقديهمش، هم 10 من الناس يدوروا فيها تونس كامله، سايبيهم يخدموا تابعه بعتالي في لي زامبو ولا تابعه كيفاش بتتابعه تابعه.